ما انت رميتوني في المستشفى من 13 سنة وقلت خلاص هتموت هناك. محدش فيكم فكر مرة يجي يزورني إلا يوسف. كان بيجي يزورني كل 3-4 سنين يبص عليا من بعيد ويطلع يجري. مجنونة بقى بيخاف يتعدي. ازيك يا حياة؟ أحسن منك، أحسن منك مليون مرة. لا سرقت جوزك ولا خطفت ابنك ولا قلت عليكي مجنونة ولا هزقت الدكتور اللي بيجي يتحال عليا كل يوم عشان يخرجني من المستشفى. طب أحسن منك ولا لأ؟ هما خرجوك ازاي يا حياة؟ هما مين اللي خرجوني ازاي؟ كنت عايزه ايه؟ افضل عمري كله في المستشفى؟ ما كنتش فاكره ان انا في يوم من الايام هخرج لك واطالب بحقي واطالب بابني. انا خرجت بورق رسمي وبلجنه من وزاره الصحه. احنا ما حدش بلغنا. امال الدكتور اللي كان بيجي كل يوم متحايل عليكي ده كان ايه؟ أخت قذرة. أخت إيه؟ مسألة أخت دي من أمي أكيد، بس من أبويا بقى مشكوك فيها. مش كده برضو يا خالته؟ أصل المرحوم الله يرحمها كان ليها نزوات كتير قوي. ده حتى إحنا مش شبه بعض. هي مش شبهي وأنا مش شبهها، يوسف مش شبهها. الوحيد في البيت ده كله اللي شبهي بجد؟ هو ده. انت شفتيه؟ اه شفته. قالكوا واقفين مزورين كده ليه؟ هو انا برضه مش لاقي في البيت ده زيكوا بالظبط؟ ولا انتوا قسمتوا التركه وانا بره الحكايه؟ لا يا حياه، احنا بندفع لك مبلغ وقدره كل سنه في المستشفى. هو انا بتكلم عن الفلوس؟ هي البعيده غبيه؟ بتكلم عن ابني اللي بقاله 13 سنة حاربني منه، عن سنين عمر اللي ضاعت، عن ابويا اللي مات من غير ما اشوفه، معرفش حتى هو مدفون فين. بتكلم عن ايام عدت عليا كانها سنين، عن اعياد ملهاش لا طعم ولا لون، عن شعور بالوحدة، شعور سيء قوي، الإحساس بالظلم. عمرك جربتي؟ عمرك حسيتي بيه؟ الأشكال اللي زيكم عمرها ما تحس بالحاجات دي. عرفتي بقى إن فلوس الدنيا كلها مش ممكن تعوضني عن يوم واحد في المستشفى، أو يوم واحد بعيدة فيها عن حضن ابني؟ خلاص؟ خلصتي؟ الصح بقى يا حياة إنك ترجعي المستشفى، والدكتور الزفت ده أنا هعرف أتصرف معاه إزاي. اتفضلي بقى، اتفضلي مكان ما جيتي. مش همشي. هتمشي، هتمشي يا حياة، بالذوق بالعافية بالبوليس هتمشي. لا كفاية. اوعى تفتكر ان صوتك عالي وقلة أدبك دي هتخوفني يا بت. أنا عشت مع أوسخ ناس،
شمامين ومجانين. يعني لو عايزين ارتاح لك بالبلدي ممكن ارتاح لك. حياة ما ينفعش يا حبيبتي الكلام ده هنا، ما ينفعش. وبعدين أدهم ما يعرفش أي حاجة عنك، وهو زمانه جاي وما صحش يعني يشوف الموقف كده. عارفة يا نجوى، أول مرة في حياتي تقولي حاجة عدلة. أنا همشي بس أكيد هرجع لكم تاني. هموت وأعرف مين بنت الجزمة اللي سألت عني النهاردة. يا ابني بقول لك إيه، أنت لندي، أنت مش كده كده مس نورة قالت لك إن هي قريبتك؟ قريبتي مين بس؟ وبعدين يعني حبك أنت ماشي في المعدة؟ بقول لك إيه، أنت هتعمل إيه في حوار استدعاء ولي الأمر ده؟ ده حوار مش عارف. بقول لك ايه، انا نازل هنا. تنزل فين؟ بس ليلى عمرها ما هتوافق. جريمه ب 50 جنيه تنزل الاتوبيس كله. بقول لك ايه يا لولا، انا نازل. ايه انت بتقولي ايه؟ يا نهار ازرق. طيب طيب انا هتصرف في الموضوع ده يا ستي، ما تعمليش انت اي حاجه، ما تقلقيش انا هتصرف. الله، انت مش بتقولي انها مشيت؟ خلاص بقى. يا نهار اسود، الحقني يا جو، عامل كارثه. امي هتديني بالجزمه، واقف عرضك يا كبير. ايه ده؟ مين الموزه دي؟ ادهم، ادهم يحيى. انا زعلانه منك على فكره. تعالى تعالى انا عايزاك. ازاي يا دكتوره مريضه تخرج من المستشفى من غير ما اهلها يعرفوا؟ اهدى شويه يا يوسف بيه وانا هفهمك. تفهميني ايه؟ انت فاكراني هسكت ولا هتكلفتيني بكلمتين؟ ده انا هديكوا بالجزمه. ارجوك بس ما تزعقش. ما زعقش؟ اللي انتوا عملتوه ده يا دكتوره مش قانوني، لان في قضيه قديمه وهي متهمه فيها. والله انا عارفه، بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان القضيه دي اتحكم فيها من زمان. ازاي بقى؟ يعني مجرد ما بيطلع تقرير من المستشفى ان المتهم مريض نفسي بتسقط يعني القضيه، وبيتحكم فيها بانقضاء الدعوه لان المتهم غير كامل الاهليه.